بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة عن المتابعة الهندسية. أولا تعريف المتابعة الهندسية، إيه هي المتابعة الهندسية؟ ح ن زائد واحد على ح ن يساوي مقدار ثابت. يعني إيه؟ يعني أي حد على الحد اللي قبله مقدار ثابت. إحنا عرفنا المتابعة الحسابية، بيبقى أي حد ناقص الحد اللي قبله بيبقى مقدار ثابت، ونسمي المقدار الثابت بدال. ده في المتابعة الحسابية. في المتابعة الهندسية أي حد على الحد اللي قبله يبقى مقدار ثابت، وبنسميه بالرمز ر. المقدار الثابت في المتابعة الهندسية بنسميه بالرمز ر. ده بيبقى أساس المتابعة الهندسية اللي بيبقى ناتج اسمة الحد، أي حد في المتابعة على الحد اللي قبله. مثال المتابعة الهندسية 5 10 20، يعني الحد ده على الحد ده 10 على 5 2، والحد ده على الحد ده 2. دي معناها متتابعة هندسية، يعني أي حد على الحد اللي قبله بيبقى مقدار ثابت. هنا ال ر ب2، هنا ال ر ب2، 5 10 20، ولو بعد كده 40، ولو بعد كده 80. يعني بنضرب في من هنا أي حد على الحد اللي قبله بيبقى مقدار ثابت، وهو في المتابعة دي 2. المقدار الثابت هنا 2 أو ال ر. طبعا في المتتابعة دي ال ر موجبة. معنى إن ال ر موجبة إن جميع الحدود بتاعة المتتابعة موجبة. يعني لو الحد الأول في المتتابعة موجب وال ر موجبة، يبقى جميع الحدود كلها موجبة. إنما لو كان ال ر سالب في المتتابعة دي، يبقى مثلا الحد ده موجب واللي بعده سالب واللي بعده موجب واللي بعده سالب وهكذا. بس ما دام الحد الأول موجب وال ر موجبة، يبقى المتتابعة جميع حدودها، المتتابعة الهندسية جميع حدودها موجبة. يعني مثلا نفرض إن ال ر هنا بسالب 2، هيبقى 5 في سالب 2 بسالب 10، سالب 10 في سالب 2 ب20، 20 في سالب 2 بسالب 40. يعني حد موجب حد سالب، حد موجب حد سالب. دي لو كان ال ر بالسالب. انما لو قال ال ر موجبة معناها ان جميع الحدود موجبة، بس ده لو كان اول حد موجب. عشان لو كان اول حد سالب يبقى جميع الحدود سالبة، سالب 5 سالب 10 سالب 20، ده معناه ان ال ر موجبة. نقدر نكتب الحد العام للمتتابعة الهندسية على الشكل ده، ح ن يساوي أ في ر أس ن ناقص 1. ح ن اللي هو المقدار أو الرقم بتاع أي عدد في المتتابعة، النون ده اللي هو رتبة الحد أو عدد الحدود، رتبة الحد اللي في المتتابعة، الحد الأول الحد التاني وهكذا. أ بيبقى أول حد في المتتابعة، ر بقى أساس المتتابعة او ناتج اسمة اي حد في المتتابعة الحد اللي قبله، بيبقى مقدار ثابت ما دام المتتابعة هي نفس المتتابعة. ا ر اس ن ناقص 1 ده الحد العام للمتتابعة الهندسية، القانون او القانون العام بتاع المتتابعة الهندسية. احنا كنا خدنا قبل كده المتتابعة الحسابية كان ح ن يساوي ا زائد ن ناقص 1 في د. هنا بقى يبقى ح ن يساوي ا في ر اس ن ناقص 1، حيث ر اللي هو الأساس بتاع المتتابعة. ومن خلال الحد العام للمتابعة الهندسية نقدر نكتب الصورة العامة للمتتابعة الهندسية، أ أ ر أ ر أس 2 أ ر أس 3. ده أ أول حد، أو أ في ر وده الحد الأول، ح 1 ح 2 ح 3 عادي جدا زي المتابعة الحسابية، ح 4. الحد الأول أ في ر أس ن ناقص 1، ن أصلا بواحد، فر أس 1 ناقص 1 بصفر، يعني أ بس. الحد الأول بيبقى أ، الحد التاني أ في ر أس 2 عشان الاتنين هو اللي هو رتبة الحد، ناقص 1 يعني أ في ر، اللي بعده أ في ر أس 2، الحد الرابع أ في ر أس 3، الحد الخامس أ في ر أس 4، يعني الأس بينقص 1 عن رقم الحد. ده في المتابعة الهندسية. كده عرفنا المتتابعة الهندسية يعني ايه، وعرفنا الحد العام للمتابعة الهندسية. ممكن بقى ناخد امثلة على المتتابعة الهندسية. نيجي هنا المثال بيقول في المتتابعة الهندسية 5 10 20 يوجد الحد السادس. يعني هو عاوز الحد السادس بتاع المتتابعة الهندسية، عاوز الحد رقم 6.
الأول هو مدينا إيه؟ مدينا المتتابعة نفسها. مادام مدينا المتتابعة يبقى مدينا ألف ور، ألف بخمسة أول حد، ر اسم ده على ده أو ده على ده، 10 على 5 فيها الاتنين يعني ر باتنين. عاوز الحد السادس يعني نون بستة، نون اللي هو رتبة الحد السادس. عاوز بقى ح ستة بكام؟ لازم طبعا نعوض في القانون، القانون اللي هو مهم جدا، ح نون يساوي ألف وس ألف ر أس نون ناقص واحد، وح ستة هيساوي ألف ر أس خمسة، يعني الأس بتاع ال ر بيقل واحد عن الرتبة بتاعة الحد اللي هي نون. يعني الحد الخامس ألف ر أس أربعة زي ما قلنا من شوية، الحد السابع ألف ر أس ستة، الحد العشرين ألف ر أس تسعتاشر وكده. يعني هو عاوز ح ستة، يدينا الألف بخمسة زي ما جبناها احنا هنا، ال ر باتنين، اتنين أس خمسة يساوي خمسة في 32 يساوي 160، إذا الحد السادس 160 بتاع المتبع اللي هو مديها لنا دي. هنيجي لمثال تاني بيقول إيه، اوجد رتبة الحد الذي قيمته 128 في المتبع الهندسية. هو مدينا المتبع الهندسية 248، وعاوز الحد اللي قيمته في المتبع الهندسية اللي قيمته 128. يعني عاوز رتبة الحد اللي قيمته 128، عاوز نون يعني. مدينا المتبع الهندسية يعني مدينا ألف ور، ألف باتنين، ر أربعة لاتنين، باتنين موجب اتنين. ومدينا ايه تاني؟ مدينا قيمة الحد بكام؟ بمية تمانية وعشرين. هنعوض بالقانون، القانون ده مهم جدا، ح ن يساوي ألف ر أس ن ناقص واحد. ح ن مديها لنا كلها على بعضها بمية تمانية وعشرين، ومدينا مية تمانية وعشرين دي اللي هي ح ن القيمة بتاعت الحد اللي هو عاوز رتبته ايه؟ مية تمانية وعشرين يساوي ألف باتنين في ر باتنين في أس ن ناقص واحد. هنقسم على اتنين، 128 على 2 ب 64 يساوي 2 أس ن ناقص 1. احنا عاوزين ن، هنخلي ال 64 دي 2 أس حاجة عشان هنخلي الأساس يساوي الأساس، فالأس يساوي الأس. ال 64 2 أس 6 يساوي ن، 2 أس ن ناقص 1. بما إن الأساس يساوي الأساس، إذا الأس يساوي الأس، إذا ن ناقص 1 يساوي 6، إذا نون يساوي سبعة. هنا ممكن في الخطوة دي هو عاوز نون، النون مدينا 64 يساوي 2 أس نون ناقص واحد، ممكن نستخدم اللوغاريتمات اللي خدناها في الفصل اللي قبل كده، ممكن نستخدمها نكتب على الآلة الحاسبة لوغاريتم 64 للأساس 2 هيدينا الأس. يعني الآلة الحاسبة هندوس على الزرار اللي هو لوج كده، هندوس عليه بالآلة الحاسبة وهنكتب هنا اتنين اللي هو الأساس، وهنا الناتج اللي هو 64، هيطلع لنا الأس هيطلع لنا بستة، فهيبقى اتنين ناقص واحد يساوي ستة، قصدي نون ناقص واحد يساوي ستة، نون بيساوي سبعة. ممكن نستخدم يعني اللوغاريتمات لو مش هنعرف نخلي ال 64 دي اتنين أس حاجة. فاحنا هنا جبنا النون يساوي سبعة اللي هو عاوزه، إذا رتبة الحد اللي قيمته 128 يساوي سبعة، حلينا المسألة. هنيجي لمسألة تانية، مستبع هندسية حدها الرابع 32، حدها السابع سالب 256، اكتب الخمس حدود الأولى من هذه المتتابعة. عاوزين نجيب الخمس حدود الأولى من هذه المتتابعة، يعني احنا عاوزين أ و ر، لو جبنا أ و ر نقدر نجيب المتتابعة، نجيب الخمس الحدود الأولى من المتتابعة، واحنا ما عندناش أ و ر، عندنا الحد الرابع مقدار الحد بتاع الحد الرابع ومقدار الحد السابع. هنعمل ايه؟ كل اللي هنجيبه هنعوض على 32، هنسويها بالقانون بتاع الحد الرابع، والسالب 256 هنسويها بالقانون بتاع الحد السابع، هيبقى عندنا معادلتين وهنحلهم، هنشوف ازاي دلوقتي.
بيقول حدها الرابع يساوي 32. الأول هنكتب القانون بتاع الحد الرابع المتتابعة الهندسية، ألف ر أس تلاتة، ده القانون بتاعه. هنشيل ح أربعة اللي هي الحد الرابع ونحط 32 يساوي ألف ر أس تلاتة، نسمي دي المعادلة الأولى، وهنعمل كده بالنسبة للحد السابع برضه. مديجنا الحد السابع يساوي القانون بتاعه ألف ر أس ستة، هنشيل ح سبعة نحط سالب 256 يساوي ألف ر أس ستة، ونسمي دي اتنين. عندنا دي مثلا دي معادلة ودي معادلة، احنا عاوزين ألف و ر. هنقسم الكبير على الصغير، يفضل ما نقسم الكبير على الصغير عشان نحذف مقدار كامل، هنحذف ده كله. يعني مثلا ازاي الكبير اللي هو ده ألف ر أس ستة أكبر من ألف ر أس تلاتة، بنشوف الأس الكبير ده، الأس الكبير ستة أكبر من تلاتة، فهنقسم اتنين على واحد بقسمة المعادلة اتنين على واحد. ممكن نكتبها هنا سالب 256 على 32 يساوي ألف ر أس ستة على ألف ر أس تلاتة، فالألف هتتحذف مع الألف والر أس تلاتة هتتحذف مع أس ستة، هتبقى أس تلاتة بس، فيبقى سالب تمانية يساوي ر أس تلاتة، فر بس هنجيب الجذر التكعيبي هيبقى سالب اتنين. جبنا الر، ناقص نجيب الألف عشان نقدر نجيب المتتابعة الهندسية. هنعوض مثلا في المعادلة دي، 32 يساوي ألف ر أس تلاتة، هنعوض 32 يساوي ألف في ر بسالب اتنين أس تلاتة، 32 يساوي ألف في سالب تمانية، الألف بكام؟ 32 على سالب تمانية بسالب أربعة، يعني ألف بسالب أربعة والر بسالب اتنين. نقدر نكتب المتتابعة الخمس حدود الأولى من المتتابعة، هتبقى سالب أربعة والر بسالب اتنين، يعني اللي بعد الحد اللي بعده سالب أربعة في سالب اتنين، سالب أربعة في سالب اتنين بتمانية، واللي بعده سالب اتنين في تمانية سالب ستاشر، سالب ستاشر في سالب اتنين باتنين وتلاتين. هجيب جيب الحد الأول، الحد التاني، الحد التالت، الحد الرابع، 32 في سالب اتنين بسالب 64. جبنا كده الخمس حدود من الأولى من المتابعة الهندسية اللي هو عاوز سالب 4 8 سالب 16 32 سالب 64. كده خلصت المسألة، وبكده خلص الدرس بتاعنا. لو وقفت قدامك أي مسألة اكتبها تحت في التعليقات، وإن شاء الله أنا هرد عليك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.